غوريلا الأراضي الغربية المنخفضة قوية ذكية وكبيرة، كبيرة جدا. عند بلوغها يصل طولها لمتر ونصف تقريبا. هذه الذكور في المراحل الأولى من فترة البلوغ، وبصخب تختبر قوتها وجرأتها. الضرب على السطر، المطاردة، وصفع جذوع الأشجار، كلها عروض رائعة لمهاراتها الجسدية. في ذروة شبابها ستصبح أقوى بثمانية مرات من رافع أثقال، وقوة عضتها أقوى بمرتين من عضة أسد. تمضي الغوريلات اليافعة معظم وقتها في مراقبة الغوريلات البالغة. قبل وصول الذكور إلى سن البلوغ يجب أن تترك المجموعة لتشكل مجموعات مع ذكور أخرى أثناء تنافسها على المركز الأول. وفي كل مجموعة من الغوريلات هناك مهيمن واحد. رغم قوتها الهائلة، الغوريلات كائنات مسالمة في أغلب الأحيان. عميقاً في تلال محمية بويندي الوطنية في أوغندا، تقضي مجموعة غوريلات جبلية معظم وقتها في الاسترخاء. تتفحص الكروم المتشابكة بحثاً عن الفاكهة والنباتات لتغذي أجسامها التي تزن 200 كيلوغرام. إنها واحدة من أكبر القردة الحية،